أعود إلى مصطفى الذي هو معي للتأكيد من منطقة أرميش. مصطفى، أنت لازلت معنا؟ نعم أسمعك. نعم مصطفى، في المناطق التي أشرت إليها مع كل ما تتعرض له من ضربات، هل أيضا نال أهلها نصيب البلدات التي هو متواجد فيها أحمد، فيما يتعلق بأنهم أخلوا بيوتهم، الأماكن أصبحت خاوية خالية بشكل شبه كامل؟ كيف هي ببلدات قضاء بنت جبيل تواجد الناس أو المدنيين، أخلوا وأصبحوا في مناطق أخرى؟ يعني بالنسبة لمعظم بلدات وقرى القطاع الأوسط وتحديدا قضاء بنت جبيل، هذه البلدات والقرى خاصة بلدات الصف الأول والثاني، معظم هذه البلدات والقرى تم إخلاؤها، سواء كان ذلك منذ بداية هذا التصعيد الكبير على الجبهة الحدودية اللبنانية أو منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي مع اندلاع الحرب في قطاع غزة. كانت الموجة الأولى خلال أقل من عام مع بداية خروج بعض الأسر من هذه البلدات والقرى، ولكن مع اشتداد هذه الموجة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي والغارات الكثيفة التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جميع الأقضية في الجنوب اللبناني، كان حال قضاء بنت جبيل مثل جميع الأقضية في الجنوب اللبناني. طيب. والتي شهدت عمليات نزوح كبيرة، ربما هي الأكبر التي لم يشهدها لبنان منذ بداية حرب العام 2006. أعذرني مصطفى، سأتوقف عند موضوع عمليات النزوح التي تشهدها بلدات